حقيقة مصرع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. أثار اختفاء عدد من قيادات ميليشيا الحوثي تكهنات حول مصيرها عقب التصعيد الجوي الأخير للتحالف العربي في صنعاء، الذي أسفر عن وفاة منذوب إيران لدى ميليشيا الحوثي حسن إيرلو في ظروف غامضة، والذي أعلنت طهران وفاته بفيروس كورونا. وتوقعت مصادر إعلامية مصرع زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي أو تعرضه للإصابة بالغة، إلى جانب قيادات أخرى في الصف الأول للميليشيات، أبرزها مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين. وأشارت المصادر إلى اختفاء عدد من قيادات الميليشيات منذ ما قبل اعتراف فارس بمصرع مندوبها حسن إيرلو، الذي توفي عقب أيام من غارات جوية عنيفة في صنعاء التي شهدت هدوءا منذ نحو 3 سنوات. وأوضحت المصادر أنه رغم مرور مناسبات حوثية أبرزها ما يسمى بأسبوع الشهيد، الذي اعتادت الميليشيات على إقامته لأسبوع كامل وظهور زعيمها في خطابات متواصلة، إلا أنه توارى على الأنظار خلال الآونة الأخيرة ولم يظهر منذ تكتيف الغارات في صنعاء. وكان آخر ظهور لزعيم الميليشيات وفق وسائل إعلام حوثية في 19 من ديسمبر 2021، حيث قال إنه التقى وفودا قبلية واجتماعية من محافظات مأرب وشبوة البيضاء، كما كان آخر خطاب له في 18 من شهر ذاته بمناسبة ما يسمى يوم الشهيد.